السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كاملين كيفاش نحسبوا المعدل العام للبكالوريا بالنسبة للمترشحون المتمدرسون وكذلك بالنسبة للمترشحون الأحرار. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، قوم معي. أولا مكونات امتحان البكالوريا، إذا من خلال دليل المترشحة والمترشح حول الامتحان الوطني الموحد وامتحانات البكالوريا، لن يتكون امتحان نيل شهادة البكالوريا من تتدي الحاجات، والحاجة الامتحان الجهوي الموحد ويحتسب بنسبة 25%، ثانيا الامتحان الوطني الموحد ويحتسب بنسبة 50%، وثالثا وأخيرا المراقبة المستمرة وتشمل مجموع المواد الدراسية المقررة بالسنة الختامية من سلك البكالوريا وتحتسب بنسبة 25%. إذا امتحانات البكالوريا كما كنعرفوا كتكون من ثلاثة ديال الحاجات: الامتحان الجهوي ب 25%، الامتحان الوطني ب 50%، والمراقبة المستمرة ب 25%، معناها المراقبة المستمرة الدورة الأولى زائد الدورة الثانية مقسومة على اثنين. إذا هما في هاد الخطاطة مشروحة مزيان هنايا: الامتحان الوطني 50%، الامتحان الجهوي 25%، المراقبة المستمرة 25%. مراقبة مستمرة معناها الدورة الأولى زائد الدورة الثانية مقسومة على جوج، هذيك هي لا مويان ديال المراقبة المستمرة. إذا عموما يعد ناجحا في البكالوريا كل مترشح رسمي حصل في مجموع اختبارات الامتحان الوطني الموحد والامتحان الجهوي الموحد والمراقبة المستمرة على معدل عام يساوي 10 من 20. هذه مسألة معروفة بأن المترشح منين كيجيب معدل سنوي عام كيفوق 10 على 20 كيكون كتعتبر ناجح، إلا في حالة واحدة، يعني دون الحصول على نقطة موجبة للرسوب. يعني مخصوش غير يجيب شي نقطة موجبة للرسوب، مثلا النقط ديالو كيساوي له مثلا 11 فاصلة، ولكن مثلا جاب في الرياضيات صفر او لا جاب في اللغة الفرنسية صفر، لا يعد ناجحا. لماذا؟ لانها نقطة موجبة للرسوب. فهم الان غادي نتعرفوا كيفاش نحسبوا المعدل العام بالنسبة للمترشحون الرسميون. اذا هذه هي العلاقة: معدل المراقبة المستمرة، ذاك المعدل ديال المراقبة المستمرة كنجمعوا مع معدل الامتحان الجهوي زائد معدل الامتحان الوطني، هذاك كنضربوا في جوج. علاش؟ لان 50 مقسومة على 4، هاد 4 هي المعاملات، معامل واحد بالنسبة للمراقبة المستمرة، عامل واحد بالنسبة للجهوي هي جوج، معامل جوج بالنسبة للامتحان الوطني هي 4، كنقسم على 4. إذا نعطيكم مثال، مثال نقط التلميذة مريم هي كالتالي. نعتبروا هنا واحد التلميذة اسمها مريم كتقرا في البكالوريا مترشحة رسمية، النقط ديالها في الامتحان الجهوي جابت 11.80، نقطة المراقبة المستمرة جابت في الدورة الأولى 13.25، وفي الدورة الثانية جابت 13.77، يعني نقطة المراقبة المستمرة عندها 13.51، نقطة الامتحان الوطني 10.21. إذن هذه التلميذة مريم ما هو معدلها العام؟ إذا كيف سأحسب معدل العام؟ سأحسبه بهذه الطريقة. إذا بهذه العملية هذه، معدل المراقبة المستمرة قلنا هي 13.51، معدل الامتحان الجهوي هو 11.80، زائد 10.21 هو معدل الامتحان الوطني كنضربه في جوج لأن المعامل 2، وكنحسب إذا 13.51 زائد 11.80، هذه من بعد ما ضربتها في 2 كتعطيني 20.42، من بعد هذا المجموع ده كامل كيعطينا 45.73، على 4 كيعطينا 11.43. إذا 11.43 هي نقطة التلميذة مريم، أي هو المعدل العام للبكالوريا، هذا هو باش غتنجح. 11.43 أكثر من 10، إذا التلميذة مريم ناجحة في امتحانات البكالوريا بميزة مقبول، الميزة ديالها مقبول. علاش؟ لأن ما وصلتش 12 هي ميزة مستحسن. الآن نمر لاحتساب المعدل العام بالنسبة للمترشحون الأحرار، بقوا معايا. الآن المترشحون الأحرار شحال من واحد ما عارفش كيفاش يحسب المعدل ديالو وهو دافع الباكحور، كيفاش يحسب المعدل ديالو؟ علاش؟ لأن نظرا لبزاف ديال المواد كيدوز فيهم، الامتحان كيدوز امتحان جهوي، كيدوز امتحان وطني، كيدوز سبور، إذا كيبقى مرون كيفاش يحسب المعدل ديالو. إذا شوف معايا العلاقة هي كالتالي: مجموع نقط المواد المرجحة بمعاملاتها على مجموع المعاملات. اذا هذه العلاقه هذه كما كتشوفوا هذه بزاف ديال التلاميذ المترشحون الاحرار ما غاديش يفهموها
ما غاديش يفهموا كيفاش غادي تحسب هاد النقطة. انا غادي نفهمكم بالمختصر المفيد بسهولة جدا. اذا في هاد الجدول الامر كله واضح. شوف معايا هاد الجدول، الكولون الاول فيه مكونات الامتحان، الثاني كاين المادة، الثالث كاين النقطة، الرابع كاين المعامل، والخامس كاين المجموع. شوف معايا هنا، اذا حنا كنعرفوا بان المترشح الاحرار كيدوزوا الامتحان الوطني، امتحان الجهوي، وكذلك امتحان التربيه البدنيه. بداو بالامتحان الوطني، كيدوزوا في اللغه العربيه، الفلسفه الاجتماعيه، اللغه الانجليزيه. انا خديت مثال ديال مترشح او مترشحه عنده الاداب والعلوم الانسانيه فوق. اذا هنايا اللغه العربيه جاب فيها 13.25 والمعامل ديالها 4، الفلسفه جاب فيها 11.50 معامل ديالها 3، الاجتماعيه جاب فيها 8.75 معامل ديالها 3، اللغة الإنجليزية جا فيها 12.75 معامل ديالها 4. إذا هنايا المجموع كنديروا النقطة في المعامل، المجموع هو النقطة في المعامل. هاد 13.25 ضربناها في 4 عطاتنا 53. شوف معايا هنايا الامتحان الجهوي، اللغة الفرنسية، الرياضية، التربية الإسلامية، السعود في اللغة الفرنسية المعامل ديالها 4، الرياضيات 11 معامل ديالها 1، والتربية الإسلامية 14 معامل ديالها 2، وفي التربية البدنية جاب 15.50 والمعامل ديالها 1. إذا هنا كنجمعوا هاد المجموع، عطانا 251.25، وكنجمعوا كذلك عدد المعاملات اللي هو 22، مجموع عدد المعاملات ديال الامتحان الجهوي والامتحان الوطني زائد التربية البدنية. وشنو كنديروا باش كنحسبوا المعدل العام؟ كنقسموا 251.25 اللي هو مجموع النقطة في المعامل ديال جميع المواد، مقسومة على ماذا؟ مقسومة على المعامل، عدد المعاملات اللي هو 22. إذا النقطة العامة ديال هذا التلميذ مترشح حر تساوي 11.42، إذا هو مترشح ناجح في امتحانات البكالوريا لأن نقطته تفوق 10، وما عندوش حتى نقطة موجبة للرسوب، يعني ما عندوش حتى مادة فيها صفر، النقطة الموجبة للرسوب. إذا هنا غادي نعطيكم معلومات مهمة جدا، هذه كتخص الناس اللي ما كينجحوش في العادية، كينجحو حتى الاستدراكي. شنو كيعتمدوا في النقط في الاستدراكية؟ ولإنصاف أكبر للمترشحين المستدركين باعتماد أدائهم العام في دورتي الامتحان الوطني الموحد، الدورة العادية والدورة الاستدراكية. كيفاش؟ دابا انايا عندي واحد المترشح مستدرك، يعني ما نجحش في الدوره العاديه ودوز الاستدراكيه، كيفاش غادي يحسبوا له هاد النقط ديالو؟ دونك كيعتمدوا الاداء العام. كيف الاداء العام؟ يعني النقط العاليه ما بين الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه. نعتبروا مثلا ماده الفلسفه جاب فيها في الدوره العاديه 12، وفي الدوره الاستدراكيه دوز فيها وجاب فيها 9، شنو غادي يديروا له؟ غادي يحسبوا له 12 ديال الدوره العاديه. هذه المساله هذه اتقررت بدايه من 2012، يعني قبل من 2012 شنو كانوا كيديروا الناس اللي كينجحوا في العاديه مزيان؟ ملي ما كتنجحش في العاديه كدوز الاستدراكيه، ولكن شحال ما جبتي غادي يحطوا لك. مثلا جبتي في الدوره العاديه 12 في الفلسفه كما قلت لكم، ومريتي استدراكيه وجبتي 9، غادي يحطوا لك 9، ما غاديش يحطوا لك 12. فهم؟ اذا جرى تعديل طريقه حساب معدل الامتحان الوطني موحد خلال الدوره الاستدراكيه باعتماد اعلى نقطه حصل عليها المترشح المستدرك. اذا كيحسبوا اعلى نقطه حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار من اختبارات الدورتين العاديه ولا الاستدراكيه، مع التنبيه الى ان هذا الاجراء لا يشمل اختبارات الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الاحرار. كيفاش؟ يعني المترشحين الاحرار كيدوزوا الامتحان الجهوي كما قلت لكم والامتحان الوطني. اذا في الامتحان الوطني كيعتبروا لهم النقطه الكبيره اللي جابوها في العاديه، ولكن في الجهوي لا، يعني شحال ما جبتي في الاستدراكيه ديال الجهوي يحطوها لك. ولا يستفيد من هذا الاجراء الا المترشح المستدرك الذي اجتاز جميع اختبارات الدوره العاديه وجميع اختبارات الدوره الاستدراكيه الامتحان الوطني الموحد. هذه المساله هذه كتنطبق فقط على المترشحين اللي دوزوا جميع الامتحانات، يعني دوز الامتحانات ديال العاديه كامله وامتحانات ديال الاستدراكيه كامله، ما غيب حتى امتحان، غادي يحسبوا له بهذه الطريقه هذه. اما بالنسبه للمترشح الذي تغيب في اختبار من اختبارات الدوره العاديه واجتاز اختبارات الدوره الاستدراكيه فيحتسب معدله في الامتحان الوطني الموحد باعتماد النقط المحصل عليها في اختبارات الدورة الاستدراكية. أما الناس اللي غيبوا مثلا في امتحان من امتحانات الدورة العادية، يعني ودوز الامتحانات ديال الدورة الاستدراكية، شنو كيديروا له؟ كيحسبوا له فقط نقط الدورة الاستدراكية، ما كيحسبولوش النقط ديال الدورة العادية، مفهوم؟ إذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم التوفيق والسداد، كنتمنى أنكم تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن أعجبكم المحتوى طبعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.